أبو عياض؟ أبو عياض هو سيف الدين بن حسين، عنده سجل طويل في العمليات هذه الإرهابية، يعني هو من وليد 65، لكن مبكرا اعتنق فكر الإخوان المسلمين منذ سنة 1980. كان سابقا ينتمي لحركة الاتجاه الإسلامي، ثم أصبح عام 86 إحدى ركائز اليد المسلحة، يسموها الجبهة المسلحة الإسلامية التونسية، لو فرون إسلاميك تونيزيان. له اتصالات مع مجموعات جهادية تكونت بالسعودية على يد بن باز، وعنده اتصالات بالجياء، هذه الجماعة الإسلامية المسلحة، والمجموعات المسلحة المقاتلة في ليبيا. هذا الكل عنده معهم علاقات. غادر تونس بعد أن حكم عليه سنتين أثر الاضطرابات الطلابية 87، واستقر في البداية في المغرب، ودرس في وجدة، وتزوج بالمغربية في المغرب، وبعد ذلك انتقل إلى بريطانيا ثم إلى أفغانستان، والتحق بمعسكرات بن لادن للتدريب قرب قندهار.